يقول أحسن الله إليكم: ما حكم زيارة القبور للنساء؟ لا تجوز زيارة القبور للنساء، إنما زيارة القبور خاصة بالرجال، وبشرط أن لا تكون بسفر. فلا يسافر لأجل زيارة القبور، لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء والصالحين ولا قبور الوالدين أو غيرهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا يسافر لأجل العبادة في مكان أو عند مكان إلا هذه المساجد الثلاثة، وأما ما عداها فلا يجوز السفر إلى مكان من أجل العبادة فيه، لأن ذلك من وسائل الشرك، ومن ذلك زيارة القبور، فلا يسافر إليها. لكن من كان في البلد أو قدم على البلد فلا بأس أن يزور القبور التي فيه زيارة اعتبار واتعاظ ودعاء لأموات المسلمين. وأما النساء فإنها لا تزور القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور. واللعن يقتضي شدة التحريم، وأن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لأن المرأة ضعيفة، وقد يحصل منها عند قبر قريبها يحصل منها الجزع والنياحة وعدم الصبر، وأيضا لأن المرأة فتنة، قد يحصل عند زيارتها للقبور اختلاطها بالرجال أو أن يعتدى عليها. فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم على النساء زيارة القبور لما في ذلك من المفاسد والمحاذير. نعم.